وعلشان نعرف تفاصيل أكتر عن المهرجان معنا على التليفون مدير المهرجان الدكتورة دينا أمين رئيس قسم المسرح بالجامعة الأمريكية. أهلا بيكي يا دكتور، وياريت حضرتك تقول لنا في البداية كده إيه اللي بيميز الدورة 30 للمسرح التجريبي عن الدورات السابقة؟ هي الدورة 30 في الحقيقة دورة خاصة جدا، لأن طبعا في عودة الدكتور سامح مهران كرئيس المهرجان بعد 4 سنين توقف، فطبعا ده حاجة ساعدتنا كلنا، فده كان أول حاجة. تاني حاجة إحنا السنة دي زودنا عناصر ما كانتش موجودة قبل كده، مثلا في الورش. الورش فكرنا ان احنا نعملها تحت شعار صنع في مصر، وده معناه ان احنا تخلينا عن الخبير الاجنبي وجبنا خبير مصري، جبنا 7 خبراء مصريين في مجالات مختلفة من الفن المسرح والحركة والموسيقى، وففي 7 ورش من مدربين مصريين. عندنا 10 مكرمين من جميع أنحاء العالم، وعندنا لجنة تحكيم برضو مكونة من مصريين وعرب وأجانب. عندنا 8 عروض عربية، 2 مصريين و8 عروض أجنبية، كل ده في ست أيام الحقيقة. وطبعا عندنا ندوات وإصدارات، فهيبقى الجدول مشحون وفي تجديد، وإن شاء الله يعجب الجماهير ويعجب رواد المسرح التجريبي. إن شاء الله أكيد هيعجبهم. طيب دكتور دينا، يعني كتير بيقولوا إن مسرحيات المهرجان التجريبي بيكون للمثقفين والنخبة بس، وإنها بعيدة عن الجمهور العادي، لدرجة إن في أعمال كوميدية يمكن عملت قفشات على الموضوع ده، فهل فعلا المسرح التجريبي للنخبة بس؟ والله هو ده من ناحية التنظير فقط، ولكن الحقيقة في الواقع ومن 30 سنة إن اللي هو عمر المسرح التجريبي، المهرجان المسرح التجريبي، إن طول عمرنا المسارح ما فيهاش كرسي فاضي، بيبقى فيه جماهير واقفة على البيبان منتظرة العروض كل سنة، بيجي ناس من الأقاليم ومن خارج مصر عشان يتفرجوا على العروض التجريبي، فده في حد ذاته متناقض مع فكرة إن المسرح التجريبي هو مسرح نخبوي. إحنا لازم نعرف إن هو إيه المسمى التجريب أصلا. التجريب لو بصينا لورا، شيكسبير كان تجريب بالنسبة للإغريق، المسرح الحديث كان تجريب بالنسبة للمسرح الكلاسيكي ومسرح الرينيسانس، فكل ده تجريب، ده مراحل تطور. صحيح. مش أكتر. فالتجريب في الحقيقة هو الطريق لتجديد المسرح وتجديد المياه الراكدة، لكن مش معناه انه نخبوي ومش معناه انه هو فلسفي، يعني في جزء منه كده لكن هو مش كده، وبالدليل ان لو كان هو فعلا نخبوي بالطريقة دي ما كانش هيبقى عندنا ازدحام الضخم ده والطلب الجامد على المسارح لمدة 30 سنة وان شاء الله على طول. فده رأيي انه لا، يعني لا، أنا ضد الرأي ده. تمام. طيب دكتور دينا، يمكن السنة دي عندكم مجموعة ندوات مهمة جدا، ياريت حضرتك تكلمينا بالتفصيل أكتر عن ندوات مهرجان المسرح التجريبي السنة دي. والله هو الندوات السنة دي دايما عموما في المهرجان دايما بنتطرق لكلمة لتعريف التجريب، فما فيش مرة بيخلى الندوات والمحاور من هذا السؤال، من طرحه ومن
التفاعل معاه، وكل مره بيجي لنا زوار من بلاد مختلفه، كل واحد بيجي براي مختلف برؤيه جديده بنقطه متجدده. فالسؤال ده لازم. احنا السنه دي عندنا ندوات، عندنا الجغرافيا والثقافيه وفنون الاداء، التجريب المسرحي في الخليج، وده مهم قوي ان احنا بنفتح الحوار على الدول العربية كلها، مش بس التجريب في مصر أو في الغرب، لا، التجريب بيحصل في بلاد عربية كلها على أرجائها كلها. فعندنا التجريب في العراق والشام والمغرب العربي، وفي جلسة مهمة جدا التجريب المسرحي في المهجر. المهجر مسرح مهم جدا وموضوع مهم جدا، مش بس على ساحة المسرح ولكن على كل أشكال الفنون والأداب، لأن دي بقت حقيقة واقعة، إن الهجن بقى حقيقة. مفيش دلوقتي ثقافة خالية من التهجين والاختلاف. فأنا شايفة إن دي من أهم المحاور اللي في تجريبي السنة دي. وكمان عندنا مائدة مستديرة مهمة جدا بتضم كل رؤساء المهرجانات ومديرين المهرجانات اللي حاضرين في المهرجان. وفي كمان مائدة مستديرة التجريب المسرحي في مصر، مشكلاته وحلوله. فبنتعرض لفكرة التجريب في نطاق واسع، وبرضو عن نطاق الإقليمي وعن نطاق اللوكل اللي هو المصري. ففي الحقيقة فعلا جدول ثري جدا جدا من الندوات، وإن شاء الله كل ضيوفنا يتبسطوا من المناقشات أكيد، وإن شاء الله تكون دورة ناجحة جدا. شكرا لحضرتك جدا يا دكتور، متشكرة قوي قوي على اللقاء. ميرسي. كان معنا على التليفون دكتورة دينا أمين، رئيس قسم المسرح بالجامعة الأمريكية ومديرة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، واللي كلمتنا بالتفصيل عن حاجات مهمة جوه المهرجان.